السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومرحبا، حيا هلا واهلا وسهلا. كم نتشرف بحضرتك، ونتمنى ان يعني ان نكون معك نواة خير في هذه المعضلة الكبرى. كيف حال حضرتك؟ حياكم الله فضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد حسن عبد الغفار، وحيا الله الإخوة المشاركين في هذا المنبر أمين المبارك. أمين أمين أسأل أمين الله أن يبارك فيكم وأن يرفع درجاتكم وأن أمين. يجزيكم عنا خير الجزاء. نعم، بل أنتم تاج الرأس، وأنتم والله قرة عين، ونحن نأتسي بكم، وأنتم الأسوة، وأنتم القدوة، وأنتم خير الناس. أنا سأدخل أعمد، الله قدرك. رضي الله عنك، هذا حق والله الذي نراه فيكم، فأنا بس أعمد إلى ما أريد، وأترك المجال كلية وكلنا آذان صاغية لحضرتك، وأن تكون أنت من يرفع راية الوفاق ودون الافتراق. وليبيا أسوة لنا، ليبيا نصرة الإسلام، ليبيا هي أساس في الخير. ليبيا فيهم العلماء، فيهم طلبة العلم، فيهم الزهاد، فيهم العباد، فيهم آه نعم، فيهم حدة وقوة مثل الصعيد عندنا، لكنها بفضل الله في العلا لا تؤثر على الخلق ولا تؤثر حتى على العمل. ليبيا أصلا عمر المختار رضي الله عنك يا أستاذي. الآن بس يعني أنا رأيت فيديو لبعض العوام يخرج يكفر الناس ويتكلم على دار الإفتاء بكلام يعني غير مسؤول وكلام غير واعي، ولا يمكن لطالب علم صغير يقبل مثل هذا الكلام. فأنا أردت من حضرتك أن تبين لنا هذا الموضع، وأيضا تخطئ من فعل ذلك، وأن الوفاق في ليبيا هو المطلوب، هو المطلب الرئيس. ولو هناك اختلافات، والاختلافات فقهية تحتمل، فاهم سيدي؟ يعني الخلاف المحتمل ما فيها شيء. طيب، واذا كان الخلاف اختلاف تضاد وفيه ادله ايضا يحتمل، ما يؤدي الى فساد ذات البين. واذا كان هناك اختلاف جذري فكتاب الله بيننا وسنه الله وسلم، هذا الملجا الاصيل. ما اختلف فيهم شيء فحكمه الى الله. قال: وما تنازعتم فيه من شيء فردوه الى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن اتبع سنتي. قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعندنا أرض صلبة للرجوع لو كان حتى في خلاف، لكن أنا أريد من حضرتك الإشارة إلى الكلام الغير مسؤول الغير واعي الذي كان في الفيديو، ومتهيألي حضرتك سمعته. يعني أنا أرسلته للأخت الفاضلة أستاذة مي، وأرسلته لحضرتك، هي قالت لي ذلك إن لم أكن أنا واهما. الآن المجال كله لك، وكل الجميع وأذان صاغية لحضرتك تعلمنا وتهذبنا، وأيضا ترفع راية الوفاق وتبين أن الكلام هذا غير مسؤول. رضي الله عنك يا دكتور، تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يعلي أمين. قدركم، أمين. ولكم جزيل الشكر استغفر على الله. عنايتكم أولا بحفظ أحكام الله عز وجل أمين. وصونها أمين. من أن يلغ فيها عامة الناس، نعم. وأيضا أشكر حرصكم على تبيين موقف دار الإفتاء وصيانة مقام أهل العلم عن الابتذال الذي تلفظ به بعض الناس. أولا شيخنا الكريم، دار الإفتاء لها مواقف وصولات في الرد على شبهات التكفير، الحمد لله. سواء كان على وجه العموم أو على الجماعات بالخصوص، جماعة تنظيم الدولة أو جماعة أنصار الله الشريعة أكبر، الله أكبر، وغيرها من الحمد لله. جماعات أهل الغلو. نعم نعم ومن بحث في محرك البحث وكتب دار الإفتاء الليبية أو حكم التكفير وكذا، سيجد بإذن الله ما يسر قلبه و يعني يزيل الغشاوة عن هذا الحكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وما رأيته الحقيقة في هذا الفيديو هو كلام غير مسؤول من نعم. شخص لا أعرفه، نعم. وهو ليس منتسبا إلى العلم ولا يمثل لا رأي دار الإفتاء ولا رأي طلبة العلم ولا يمثل رأي أهلنا في غرب ليبيا أصلا، الحمد لله بل الحمد إن لله. دار الإفتاء دائما تؤكد على أن التكفير بالعموم سواء للحكومات أو للشعوب هذا من البدع التي ينبغي التحذير منها، وأن التكفير حكم شرعي مرده إلى الفتوى أو إلى القضاء نعم ولا يعبث به عامة الناس، نعم هذا على الأفراد، فما نعم بالك تعميم هذا الحكم على أهلنا في الشرق أصلا. نعم نعم رضي الله فهذا عنك، أمر ننكره جدا الحمد لله. ولا نقره ولا نرضى به، وأهلنا في شرق البلاد كما أهلنا في غرب البلاد هم أحبة وإخوة الله أكبر مسلمون، لا نشك في ذلك أدنى شك. الله أكبر الله أكبر، أدامك ربي على كل خير.
نسأل الله تعالى أن يكتب لك القبول في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يشكر لك الإحسان والبر وأيضا يعني حسن العرض وحسن الرد. تفضل تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وعظم الله أجوركم. أمين أمين أمين. طيب أنا لي طلب ومطلب، يعني حتى لو كان النزاع، لما لا يجلس الجميع على طاولة العلم؟ يعني احنا نقول أي نزاع لنا أرض صلبة نرجع إليها، المسألة لا يتحكم فينا الأهواء، يعني الهوى إذا تحكم كله هوى، كله يهوي إلى هوة سحيقة لا نجاة فيها. حتى النبي من الأنبياء قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فأنا نقول عندنا أرض صلبة، لما لا يكون مسألة الفرقاء نجلس جلسة يعني تكون مطولة ويكون الحاكم فيها الكتاب والسنة؟ هل حضرتك ممكن يعني تنقل عني مثل هذا للجميع؟ نعم شيخنا نود ذلك، لكن ما يعكر علينا أمران. الأمر الأول هو أمر سياسي، حيث إن مخابرات دول الأجنبية جميعها ترتع في ليبيا وتحدث الفوضى، سواء على وسائل التواصل أو الأزمات، وكذلك شراء الولاءات من السياسيين والأحزاب، وهذا يعكر جلوس الليبيين في ليبيا. لذلك ترى جلوسهم دائما خارج ليبيا، يجلسون في كل مرة في بلد، وهذا البلد يملي عليهم شروطا معينة. هذا أمر يعكر علينا أن نصل إلى كلمة سواء ونحن في داخل البلد. ثم الأمر الثاني هي الفتاوى التي تأتينا من خارج بلادنا وخاصة من المملكة. هذه الفتاوى الحقيقة لا تمت إلى الواقع بصلة، وأغلبها يحث على التصادم وعلى إحداث الفرقة والتنازع بين أهلنا في البلد، ويترك أهلنا في ليبيا العلماء الذين يعلمون واقع البلد ويعلمون حقيقة الأمر الذي قد يخفى على من هو خارج البلد، ثم يستجيبون الفتاوى من الخارج، وهذه الفتاوى أحدثت فتنا وحروبا لا زال يعني أثرها ممتدا إلى الآن. طيب أنا لي ملاحظات في الكلام، إن تفضلت علي بكرمك وبواسع برحابة صدرك وبأدبك الجم أن تسمح لي أن أبين يعني ما ألاحظه، فإن كان صوابا صوبتني، وإن كان خطأ خطأتني وعلمتني ما أخطأت أنا فيه، وبينت لي الطريق الصحيح حتى نسير سيرا في مرضات الله، لأنه أنا وأنت ليس لنا هدف بحال من الأحوال، هو إلا أن نسير على منهج، هذا المنهج رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وخطه خطا أبو بكر، وصار عليه عمر وعثمان وعلي والعشرة، وأيضا سعيد بن المسيب وعبد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، بل الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة. فنحن طريقنا طريق ظاهر، ونحن نعوذ بالله من التلون كما قال حذيفة إياكم التلون. كتابنا كتاب الله هو النجاة، السنة المبينة هي العضد والنصير، والفهم الذي سبق بفهم سلف الأمة هو الذي يسيرنا. فأنا لي أمران، الأمر الأول إذا قلت بأن مسألة السياسات وما قلت عنه في مسألة جذب أطراف وأطراف أنا معك في هذا، قد يكون موجودا، يبقى الحلحلة في هذا الباب هو التقصير، أننا أتهم كل إخوة ليبيا وكل علماء ليبيا وكل طلبة علم ليبيا بأنهم مقصرون. اسمح لي أن أكون جريئا في هذا، واضربني على رأسي لو أسأت الأدب، فأنت رجل فاضل فوق رأسي تكون، لكن أنا في هذا سأتهم الجميع، وأقول لفضيلة الشيخ الدكتور المبجل الكريم عبد الرحمن، أقول أنتم مقصرون، لأنه لا الحلحلة في هذا الباب. أنا أقول مسألة التدخل لإظهار لوجود فساد ذات البيني أمران، الأمر الأول قوة العرض وهذا غير موجود، قوة المادة من يبيع دينه كثير ما في مشاكل، فهمني، لكن ضعف المقابل والذي يعطي الفرصة لمن يؤدي إلى فساد ذات البين. الطرح عندكم ماذا فعلتم أنتم للدين؟ دعك الآن من الوفاق، أنا أقول هنا كلمة واحدة، هذه الكلمة التي يمكن أن تضم الجميع، وهي رفع قضية الكون الكبرى وإظهارها للناس بطريقة جدية ونشر السنة بين الناس. هذا على الأقل سيستجلب أصحاب الفطر السليمة، سيستجلب أصحاب الفطر السليمة. وأما الذين باعوا دينهم لا حيلة فيهم، لو أتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم سيبيعون دينهم،
فاهمني حضرتك؟ يبقى إذن المسألة عندنا في هذا الباب، أين علماءنا هناك في ليبيا؟ أين نشر الدين هناك؟ هناك أين تقعيد لقضية الكون الكبرى من أجل جذب الناس إلى هذه الراية؟ نعم شيخنا، هو الحقيقة من سنة 2011 والعلمانيون يعني يشنون حملات التشويه المغرضة على علماء البلد، حتى أصبح كثيرا من علماء البلد يعني أصبحوا مثالا للتندر والفكاهة، لأنهم يتوارون يا عبد الرحمن، لأنهم يتوارون، لأنهم يعني عندما يشتد عليهم يخافون. والممدوح من مدحه الله والمذموم من ذمه الله، كان عليهم مجابهة هؤلاء الرعاع الذين يطعنون في العلماء ويطعنون في رب العباد أصلا، فكان لهم المجابهة. لما لم يجابهوا؟ لما تواروا عندما وردوا أنهم أصبحوا يعني كأنهم كالكلمة تلاكها الألسن؟ لما؟ أنا أرى أن هذا تقصير منا جميعا. نعم شيخنا، دائما نكرر هذا الأمر، وأن الواجب الكفائي لم يتأدى بعد، لأن كثيرا من الساكتين كانوا سببا في وصول الحال إلى ما هو عليه. ممتاز، كما اتفقنا. قليل من العلماء من يتكلم ويتصدى ويعني يبيع نفسه لأجل دينه وبيانه ويتحمل أذى الناس، لكن الكثير منهم يؤثر الصمت والركون إلى غفر الله للجميع، حفظ المكانة وعدم كلام الناس في عرضه. غفر الله للجميع، يختاروا ذلك. بالإضافة للأسف يا شيخنا الكريم، الجهة التي تستولي على هيئة الأوقاف التي ينبغي لها أن تعنى بخطاب المنبر وأن تركز على الأمور التي يعني تكون فيها الحديث عن الثوابت وعن يعني ركائز الدين وعن خطر يعني خطر الموجات التي تأتي تحارب سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات، هذه الرسالة للأسف غائبة، لأن كثيرا ممن يعتلي المنبر ليس أهلا لأن ليس يتكلم أهلا. أصلا يعني هذا مراد، كثير من هذا مراد، هذا مراد يقرؤون الخطبة كأنها جريدة هذا لا يعي معناها ولا يحسن قراءتها، وهذا يعني انعكس سلبا في التأثير بغياب هذه الرسالة. هذا مراد دكتور عمر، هذا مراد عبد الرحمن، هذا مراد، ومراد أيضا أن لا يصدر إلا الوعاظ دون العلماء الراسخين. نعم، لكن أنا أقول لا، غياب العلماء إما بتقصير منهم أو غيبوا بفعل فاعل، لكننا لا نرضى بفعل الفاعل، ما زال التقصير موجود وأنت أقررت به. هذه النقطة الأولى تتكلم عنها، وهذا لابد لا أخرج معك من الحوار حتى تبين لي ما هو حتى دراسة الجدوى التي تتهيأ لك ولإخوانك هناك وأنت عضو في اللجنة، ما الذي يمكن أن يعمل ولو حتى رويدا تأسيسا لخروج الناس من مثل هذه المتاهات التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. الأمر الثاني، لي عتب عليك. أولا، مسألة السعودية وفتاوى السعودية، إذا الفتاوى لا تكون إلا من علماء راسخين. أنا وأنت نعلم أن الأمة نجاتها وطوق نجاتها لا يكون إلا من عالم راسخ، وأكثر الساحة ليس فيها علماء من علماء راسخين. أنا وأنت نتفق على ذلك، أو صوبني الآن لو أخطأت، توافق على هذه الجزئية أم لا؟ في أي ساحة شيخ؟ أي ساحة، كل الساحات، في كل الساحات. نعم. ما الرسوخ غير موجود، الرسوخ نادر ككبريت أحمر. نعم صحيح، ماشي. لكن علماء المملكة مثلا لو جاءت الفتاوى، هل بتأتي من علماء راسخين أو بتأتي من بعض طلبة العلم أو من بعض أصحاب الأفكار المعينة، لا تكون سواء كانت هدامة أو بناءة، ما نحن لا نشكك في ذلك، فاهمني؟ فأنت أصلا الإشكال أنك وضعت اللوم كلية على الفتاوى التي تأتي. لا أختلف معك على أن أهل مكة أدرى بشعبها، وأنه لا يجوز تجاوز وتعدي وتخطي علماء البلد الذين يعلمون فقه الواقع وأيضا لهم ما لهم من الآلة إلى غيرهم. لكن لو لم يوجد يعني ممن تحلى أو قلت تكاملت فيه الآلة والصفات، صفات العلم وإتقان العلم وآلة الإفتاء وآلة الاجتهاد، لأن الإفتاء له شروط وضوابط لا تخفى على مثل حضرتك، فممكن أن يتخطى بالوصف الكامل لعالم من العلماء فيفتي، وهذا لا يرد. إذا طرح الطرح وسمع من أهل البلد وقالوا هذا طرح بوصف دقيق للحالة، وهو بعد ذلك يكيفها ويوصفها شرعا ثم يفتي فيها، هذا الإعلام هذا يسمع له إن كان راسخا، قلت إن كان راسخا. فأنت جعلت الجميع صفا واحدا،
وانا ما اردت منك ان تجعلهم صفا واحدا، بل المساله على التفصيل الذي فصلته لك، اما توافق عليه واما ان نناقشه معنا معا، فاو تخالفه فنناقش كما قلت لك. فهل هل هذا التفصيل عندك يعني توافق عليه ام لا؟ أنا مبدئيا أوافق على ما ذكرته من الرسوخ، لكن أنا قلت بعض الفتاوى التي جاءت من بعض علماء المملكة، ممتاز. لأن كثيرا من العلماء في المملكة يسكتون ويعني يؤثرون الصمت على ما يحصل، حتى إن يعني بعضا من هيئة الأوقاف في سنة 2015 على ما أعتقد ذهبوا لمقابلة المفتي والشيخ الفوزان وغيرهم، ولكنهم قالوا نحن لا نتكلم عن الوضع، عندكم علماؤكم فاسألوهم ولا علاقة هذا الأصل. هذا الأصل هذا الأصل أو الوصف كما قلت لك، الوصف يكون دقيقا، يعني عامة المسألة ست على العموم، يعني لو كان من علماء المملكة من الراسخين الوصف والطرح كان طرحا ظاهرا وأفتى به، هذا لا يرد، هذا لابد وجوب الأخذ به، لأنني أنا وأنت والجميع يقولون بأن طوق النجاة لهذه الأمة لابد من عالم راسخ، وكيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل منزلة الأصيل إذا تكملت فيه الصفات، فهذا الذي يعض عليه بالنواجس وتلتف الأمة بأسرها حوله، ما في خلاف بيننا في هذا الباب. نعم، طيب. الذي حصل أن بعض المشايخ، لا أريد التسمية، يعني تارة يفتي بالقتال وتارة يقول لا أدري لا أذكر أنني أفتيت، وتارة يحجب بعض الناس الذين يريدون أن يخبروه بالحقيقة ويستقبلوا بعضا آخر، وهذا الحقيقة هذا ما أحصل، يعني ما أحدث الشرخ وأحدث القتال. طيب إذن كان في البداية إذن وضعنا اليد على العطب، والطبيب الماهر ليس الذي يسكن الألم بل الذي يزيل العطب، وضعنا يد على العطب وهذا أول الطريق، كيف إزالته؟ كيف تطبيبه؟ حتى كيف تجنب أن يستفحل وأن يزداد؟ والله أرى أن العبء الكبير يكون على رسالة المنبر، إصلاح رسالة المنبر أنت هدمتها من أولها دكتور عبد الرحمن، دعك منها الآن. أنا أريد أمثالك، أريد من أهل العلم، من الذين هم حقا طوق النجاة. للأسف الصراعات وصلت إلى منع بعض أهل العلم من التدريس في المساجد والوعظ والخطابة، يعني مثلا الهيئة المسيطرة على الأوقاف تمنع أي شخص ينتمي إلى دار الإفتاء من الخطابة أو من التدريس أو من إلا إذا أراد أن يدرس في بيته مثلا أو في الجامعة. النت موجود، النت موجود، عقد المجالس في النت الآن الحمد لله صار بديلا، والله جعل في علاه، لم يضيق على المسلمين، الحمد لله والشكر لله. المهم وجد منبر آخر ممكن يستطيع فيه أن يبث ما عنده من العلم. يا ابني طلبة علم، أنا في طالب علم دخل علينا أبو الليث رضي الله عنه، رجل مهذب مؤدب، واشتكى أن هناك، وأنا أيضا هذه الأمر الثالث الذي أريدك أن تضع يدك عليه، أنه قال الشرك ينتشر في كل مكان، فاهم، ولا كلام فيه، وحتى من حذر من الشرك يحذر منه، ويقال انت ستفرق الناس بهذا، وتعلم انت ان قضيه الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، ما في الامه باسرها ان تساوي شيئا من غير توحيد الله، هذه القضيه قضيه الكون الكبرى، المساله مش مساله تجميع، المساله ليست مساله تجميع ولا تلميع، المساله باسرها تاسيس وتاصيل لما اراده الله جل في علاه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، مع احترامي للأخ، يعني أظن أن هناك يعني مبالغة في هذا الأمر، هذا الأمر كان يعني قبل عقدين من الزمن أو ثلاثة، الآن في سنة 2011 كل المشاهد هدمت، أعتقد لم يبقى إلا النزر اليسير جدا ومقفل، تقريبا في السنتين أو الثلاثة الأخيرة بعض المشاهد يذهب إليها بعض الناس، لكن الكثرة الكاثرة حتى عامة الناس تعلم أن هذا الأمر شرك وهذا متكرر. لكن اسمعني، هذا كلام يزعجني منك يا دكتور عبد الرحمن، لا تقول للناس جميع الناس وكثرة الناس يعلمون، الناس أكثرهم لا يعلمون، هنا مصر ما زال يلهجون مدد يا بدوي، أنا مقتول ورقبتي على المحك بسبب الغوث يا فاطمة. نعم، الوضع يختلف عندنا يا شيخ، عندكم ينتشر أكثر، عندكم ينتشر أكثر الفرقاء والنزاع، عامة أنت أدرى مني، والمسألة عندك في الحالتين حتى لو أكثر الناس يعلمون واجب تأسيس ذلك وإظهاره، أم ترى بيانات دائما تصدر،
البيانات تصدر سواء من هذا واجب الأنبياء عليكم، أو في هذا النبي. واجب عليكم. نعم نعم هذا أو أوجب الواجبات لا شك يا في الله ذلك. أكبر، رضي الله عنك. هناك أمر آخر أصعب من هذا، يعني الإخوة اشتكوا وقالوا هناك حملات تبشيرية وتنصيرية كثيرة جدا في ليبيا. نعم تعرف ما نعم معنى هذا؟ قل لي صعب. الآن بالله عليك، قل لي ما معنى، أين العلماء؟ أين طلبة العلم؟ أين سيب المجالس هنا والمنابر. أنا أقول كيف هدم الإسلام بمثل هذه الطريقة الهينة السهلة، وأنهم يعني أصبح شباب ليبيا عرضة إلى من يقول بأن الله ثالث ثلاثة، إلى من ينسب عيسى ابنا لله جل في علاه بعظيم الشرك والسب لله جل في علاه، ويؤثر على شباب ليبيا الناضج، الشباب اللي هم سواعد الأمة الناهضة. يعني قل لي من يتحمل هذه المسؤولية يا دكتور عبد الرحمن؟ يتحملها العلماء لا شك، هناك موجات إلحادية وموجات تنصيرية وإذن الآن يعني، وإذن وإذن نعم يجب على العلماء مجابهتها و... لا شك. ما زلت أقول وإذن، وما الذي حدث؟ ما الذي يفعلونه؟ ما الذي جابهنا مع حملات تبشيرية وحملات تنصيرية في بلد نرى أنها نصرة للدين، بلد نظن فيها أنها أسوة لكل ناصر للدين، بلد تقف شامخة عزيزة لتؤسس لتوحيد الله جل في علاه وتنشر ذلك بين الناس، بلد كان فيها مثل عمر المختار، يعني هو في خط عمر بن الخطاب. نعم في هناك يعني كثير من الجامعات عقدت يعني ندوات للتحذير من هذا الأمر، الحمد لله، وهناك حملات في وسائل التواصل للتحذير من هذا الأمر، في بيانات من دار الإفتاء بخصوص أيضا حملات التنصير، فيه جهود يعني بالتنسيق بين دار الإفتاء والأجهزة الأمنية يعني لعلاج هذا الأمر والمراقبة ومتابعة الشبكات اللي من الخارج، وكثير منها أمسك خيطه ولله الحمد. رضي الله عنك. عامة يعني ما أستطيع أقول إلا أن أنا أشكرك شكرا عظيما جدا، وما أدري حتى لو بالغت في الثناء لن أصل إلى ما تستحق، وأنت سيدنا وتاج رأسنا وأحسنت إلينا وتفضلت علينا، وأرجو أن يكون الأمر باستمرار بيننا وبين حضرتك، وما عليك وما على العلماء وجب عليك أن تبتدئ به فيه من الآن، وأما نحن خدم لأمثالكم، عندما يعني تأمرون تجدوننا جميعا طوع بنانكم ورهن إشاراتكم، أنتم إخوتنا في الإسلام وأنتم سادتنا أيضا، ولكم ما لكم من الفضل علينا، ونسأل الله جل في علاه أن يرفع رايتكم عالية خفاقة، وأن يكون الوفاق دون الافتراق، ومن أراد بحوحة الجنة فعليه بالجماعة، والجماعة أن يكون على الحق كما قال إسحاق بن راهويه وغيره، فالجماعة هي من كان على الحق، والحق هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت اليهود على 72 على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق كلها في النار واحدة، وتفترق النصارى، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن ضعف مثل هذه الجزئيات قد أخطأ خطأ بينا، والحديث برمته صحيح، وفي إظهار للفرقة التي تنجو تلملم شمل الصفات، لأنه أصلا لما ذكر الإنسان لما ذكر عينا ذكر صفة، وكلما توفرت الصفات فيها يعني كانت النجاة معها. فنرجو أن نكون أنا وأنت ومن كان من طلبة العلم والعلماء أن يكونوا من هذه يعني من هذه الصفات منطبقة، تكون هذه الصفات منطبقة علينا، فنكون من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة. وكما قلت عندما تأمروننا تجدوننا طوع بأنانكم ورهن إشاراتكم، ونحن خدم لكم. رضي الله عنك دكتور عبد الرحمن، كيف أشكرك لا أدري. بارك الله فيكم أنتم، جزاكم الله خيرا لحمل هم هذا البيان وهذا الحمد الإيضاح، الحمد لله، وحمل هم التوافق، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد مساعيكم. نعم رضي الله عنك وأحسن الله عليك ورفع الله مقامك، وأسأل الله أن يشكر لك أن بينت أن الكلام على عواهنه، وأن المتكلم غير مسؤول وغير واعي، وأثبتت أن يعني ولله الحمد هذا المحظور أنتم لا تتركونه بحال، بل أنتم يعني تؤصلون لرده ودفعه جهارا نهارا. جزاكم الله كل خير. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. أشكر فضلك يا دكتور عبد الرحمن، وأرجو أن يكون الأمر مستمرا. نعم نعم بإذن الله تعالى إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خيرا. رضي الله عنك يا دكتور، جزاكم الله خيرا، احسن الله عليك. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. كم سعدنا بالدكتور دكتور عبد الرحمن المهذب المؤدب الراقي الفصيح، وله من الطرح القوي، ولله الحمد والمنة أثبت أنه كما قلنا أن الكلام كان كلام على عواهني وهو من العوام. ونريد من ليبيا تتقي الله ربها، التبشير دخل عليهم، التنصير دخل عليهم، الفرقاء تنظيم الدولة، هؤلاء أسوأ خلق الله عملا في الإسلام، كل هؤلاء ما يحتاجون إلى يد واحدة فيها ما فيها من العلم وفيها ما فيها من الإتقان لرد وردع البدعة المميتة التي تقتل الأمة أو تضرب الأمة في مقتل. نسأل الله أن يحفظكم، أحفظ بكم، أحفظه.